السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحديثات جديدة من الواتساب. ازاي تقدر تستخدم الواتساب بدون انترنت؟ طبعا انت ممكن تستخدم التليفون بتاعك بشكل عادي جدا، لكن ممكن تفصل عن النت في التليفون وكمان تطبيق الواتساب نفسها. نفس الفكره بتاعت اللي هو الاي مسج اللي على تليفونات الايفون، انك تقدر تبعت مسج عن طريق الذكاء الاصطناعي، وان شاء الله ده هيتطبق قريب. حتى كمان في حاجه اسمها امرجنسي اس اي او برضو على الاي مسج على الايفون، انك تقدر تتواصل مع اي حد لكن بدون انترنت. كل ده بيتم فقط عن طريق الذكاء الاصطناعي، عفوا عن طريق القمر الصناعي. يلا بينا كده نبدأ الفيديو وأعلمك ازاي تقدر تستخدم الواتساب بدون انترنت، او تفصل الواتساب عن الانترنت تماما من الجهاز بتاعك. يلا بينا كده نبدأ الشرح، لكن في الاول ما تنساش دعم لايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا كده نبدأ الفيديو. اولا كده زي ما انت شايف في محادثات كتيره جدا بتوصل لك على المسج، او مسجات كتيره بتوصل لك على الواتساب. فانت كل عليك بس علشان تقدر تتجنب المسجات دي، يعني ممكن انا ابعت لنفسي مسج برضو علشان يبقى معانا كده على الواقع. زي ما انت شايف كده، حاول تروح عندك في الواتساب، هتلاقي فيه طبعا مسجات بتوصلني هنا، انا بكتبها من على التليفون التاني. طب دلوقتي انا عاوز ان انا الغي المسجات دي، او حتى كمان ان انا افصل الانترنت على الواتساب. طبعا كل ده بيتم عن طريق الواتساب نفسه بطريقة شرعية. روح عندك على الاعدادات، هتروح عندك على التخزين والبيانات، وخلي بالك بتروح عندك على هنا حاجة اسمها الوكيل، دور عندك على كلمة الوكيل، وبعد كده بتروح عندك استخدام الوكيل، بتروح تعمل لها تفعيل، لكن بتلاقي في حاجة هنا اسمها اضافة وكيل، بتضغط عليها. ممكن تمسح كل الكلام ده، انت بس بتكتب هنا 1.1.1.1، تمام؟ وبعد كده بتعمل حفظ. طبعا الوكيل ده شرعي 100%، انت تقدر تستخدمه علشان تسرع بيه الانترنت بتاعك، ده تقدر تستخدمه علشان تحفظ الخصوصية والامان بتاعك، فده مفيش اي قلق منه خالص. فدلوقتي لما تيجي تروح عندك على المسجات كده، وببدأ ابعت لنفسي مسجات، بتروح عندك تعمل ارسال. طبعا بتوصل لي هنا بس علامة صح واحدة ومش بتوصل للتانية، وتقدر كمان تقدر تستخدم الانترنت عندك عادي على التليفون بتاعك. فدلوقتي انت كده كمان يعني فصلت الانترنت عن الواتساب، لكن تقدر تستخدمه على جهازك بشكل طبيعي جدا، ومفيش اي حد يعرف انك فاتح انترنت، لكن هو بيوصل عنده علامة صح واحدة، اما انت مش بيوصلك اي حاجة خالص. وبرضه علشان تلغي الخاصية دي، انت بس بجرب ما بتيجي تعمل لها الغاء، بتلاقي الرسائل بدأت تشتغل معاك، وبدأ يظهر الرسائل اللي بعتت لك من الاول. شكرا لكم، وكده شرح انتهى. اتمنى يكون الشرح عجبك. يا ريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة. دمتم بخير، مع السلامة.